حلقة جديدة من برنامج خطوط تماس، نتحدث فيها عن العرض الأمريكي الأخير الذي عرضه على الجانب الإيراني بجلوس زعيمي البلدين للتفاوض وحل الخلافات دون أي شروط مسبقة. هذا العرض الأمريكي ربما فاجأ الأوساط الدولية بسبب التوتر الأخير في العلاقات بين البلدين بعدما انسحبت الولايات المتحدة بقيادة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وبعد تشديد العقوبات عليها ووصف الإدارة الأمريكية الدائم لإيران بأنها الشيطان الأعظم في المنطقة. الأوساط الإيرانية تلقت هذا العرض برفض تام، ووصل إلى حد وصف التصريح الأمريكي بأنه حلم، ووصفوا أيضا الرئيس الأمريكي بأن أفعاله تتناقض تماما مع أقواله. بينما أعلن مايك بومبيو أن الرئيس الأمريكي لن يلتقي بالرئيس الإيراني في اجتماع قادم في سنغافورة لدول جنوب شرق آسيا. هل هذه مناورة أمريكية أم هي حقيقة أو هدف يريدها الرئيس الأمريكي؟ سؤال حلقة اليوم الرئيسي مع ضيوفنا الكرام، الدكتور مدحت حماد رئيس أو مدير مركز الفارابي للدراسات السياسية، أهلا بحضرتك دكتور، وأيضا الأستاذ سيد حسين الكاتب الصحفي بجريدة الوطن، أهلا بحضرتك. نخرج سريعا إلى تقرير حول أبعاد حلقة اليوم، نعود بعده لنبدأ النقاش. خلفية عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء قادة إيران ومن دون شروط مسبقة، قالت إيران إن الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة. الموقف الإيراني الرافض لتصريحات ترامب يعكس الكثير من التشكيك لدى طهران إزاء الطرح الأمريكي بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي الموقع مع إيران عام 2015. مسؤولون إيرانيون قالوا إن فكرة التفاوض لا يمكن تصورها وستشكل إهانة، وأنه لا يزال هناك مستوى من عدم اليقين داخل إيران بشأن الدافع الحقيقي وراء تصريحات الرئيس الأمريكي. كانت القيادة الإيرانية قد استبعدت في السابق إجراء محادثات مباشرة مع ترامب عقب قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي رفع بعض العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي. ومن المقرر أن تبدأ الإدارة الأمريكية الشهر المقبل في إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب اتفاق 2015، الأمر الذي أثار مخاوف من غرق البلاد في أزمة اقتصادية كبرى مع خسارة الريال الإيراني أكثر من 60% من قيمته منذ مطلع العام. ويرى الخبراء أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني تكشف عن حسابات ومتغيرات جديدة جرت في مسار العلاقات بين واشنطن وطهران، كما تكشف عن جهود دبلوماسية متواصلة من جانب القوى التي رعت التوصل للاتفاق النووي الإيراني عام 2015. أهلا بكم مرة أخرى دكتور مدحت. هل هذا العرض الأمريكي مناورة أم هو هدف حقيقي؟ هو في اعتقادي الشخصي أنه يعني مفاجأة من رئيس هو في حد ذاته مفاجأة. يعني دونالد ترامب شخصية يعني ما تقدريش تتوقع هي هتقول إيه وهتتمسك باللي هي هتقوله وهترجع في في كلامها ولا يعني بيقول شيء ونقيده من ساعة ما تولى الحكم. لكن القضية كلها هتبقى على الجانب الآخر، إيران. يعني فكرة ان دي منورة مش منورة تشوفيها من رد الفعل الإيراني. رد الفعل الإيراني انه دي أضغاث أحلام، ان ترامب يعني كأنه بيعيش حالة هذيان. المسؤولين الإيرانيين من أول علي خامنئي المرشد الأعلى في إيران لغاية جميع القادة العسكريين وزارة الخارجية رئاسة الجمهورية كل المؤسسات المعنية بصنع القرار السياسي في إيران بتقول دي أضغاث أحلام مش هيتم ولا ثقة في الأمريكيين. طيب بس حضرتك قلت إنه نفهم هي مناورة ولا هدف حقيقي من رد الفعل الإيراني. رد الفعل الإيراني إنه ده مش هيتم لأنه لا ثقة في الأمريكان، لا ثقة في رئيس ترامب، لا ثقة في الإدارة الأمريكية. وانه اصل الموضوع جاي واحد من ثلاث اشهر او من شهرين انسحب من الاتفاق اللي وقعته بعد امريكا
وتم توقيعه مع ايران بعد 10 سنين تفاوض، وبجره قلم لغى الموضوع كله. وبعدين يجي يقول انا عايز اتفاوض، الشخصيه الايرانيه لما تيجي تتعامل معاها بالمنطق ده لن تامن لك، وبتتعامل معاك على انك انت مش عارفه رايحه ايه وجايه منين، وعايزه يعني ممكن امريكا ايران تقعد مع امريكا في تفاوض عشان امريكا تثبت اذا كانت حسن يعني حسن نيتها 3-4 سنين 5 سنين على ما تتاكد ان دي نيه صادقه عندها. طيب اذا استاذ سيد، ماذا يكون برايك الهدف هو الامريكي يعني لو نظرنا صوره كليه على الاستراتيجيه الامريكيه ما قبل ترامب، نجد ان الضغوط، ممارسه الضغوط السياسيه او الاقتصاديه ثم العقوبات، فرض عقوبات اقتصاديه على العدو الذي يهدد المصالح الامريكيه، من بعدها طرح مساله الحوار. يعني حدث هذا مع كوبا، حدث هذا مع كوريا الشماليه، ما يحدث الان تكرار للنموذج الذي حدث في كوبا وفي كوريا الشمالية. أمريكا لما قالوا حضرتك أنه المسؤولين الإيرانيين قالوا نحن لسنا كوريا الشمالية، فيما يختلف؟ إيران موقفها ضعيف جدا. إيران الأزمة الاقتصادية تنخر في أساس الاقتصاد، يعني حضرتك شايفة الاحتجاجات المستمرة، وهي احتجاجات على أوضاع اقتصادية وليست احتجاجات سياسية. احتجاجات أججها المتشددون نكاية في الرئيس روحاني، ثم انقلبت الأمور عليهم بحرق صور خامنئي في الشوارع. الأزمة اقتصادية بحتة، الناس تخرج للشارع للمطالبة بالحياة. بالتالي تلك الأزمة الاقتصادية وهذه العقوبات التي فرضها ترامب يعتبر من أكبر العقوبات التي تعرضت لها إيران على مدار 40 سنة اللي فاتت. طيب بس بالتالي إيران يجب أن ترضخ، إما أنها تراوغ وتستمر في أسلوبها في الالتفاف حول تلك العقوبات، وهذا صعب خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط وإلى آخره والصعوبة التي واجهها الاقتصاد العالمي، أو الدخول في حوار مع الأمريكان. يعني إيران دخلت في حوار مع الأمريكان، مع الأوروبيين في 2003، مع الأمريكان في الاتفاق النووي. إيران الأمريكيين كانوا طرف، رغم أن كانوا يرددون الموت لأمريكا وظريف يتفاوض مع جون كيري. هنا عايز أسأل حضرتك، لماذا جلس الإيرانيون مع الإدارة الأمريكية بقيادة أوباما وتم توقيع هذا الاتفاق والآن يرفضون؟ وفي ذات الوقت ما الذي تحتاجه الولايات المتحدة الآن؟ يعني هي ضغطت على إيران ثم تريد أن تتفاوض معها، ما الذي تريد؟ الأزمة ليست في الاتفاق النووي. الاتفاق النووي على العكس يلزم إيران بعدم امتلاك قنبلة نووية أو تطوير سلاح نووي. الأزمة في ملفات أخرى متعلقة بالنفوذ الإيراني في المنطقة، متعلقة بأمن إسرائيل. يعني رأينا قمة بوتين والرئيس الأمريكي في هيلسنكي، انتهت إلى شبه تفاوض فيما يخص الوجود الإيراني في سوريا. تراجعت القوات ووافق الإيرانيون، وتراجعت القوات الإيرانية إلى الجنوب. هذا معناه هذا تنازل قدمته إيران على الأراضي السورية. طيب ما الذي تريد الولايات المتحدة أكثر من ذلك؟ هناك ملفات يعني أخرى. حلفاء الخليج يعني الأمن العربي مهدد من قبل الإيرانيين. الأوروبيين يحاولون تجاوز الأزمة والالتزام بالاتفاق عن طريق مثلا يعني حاولوا انهاء المشكلة في اليمن او احتوائها بالتفاوض ايضا مع الايرانيين. الازمة ليست في الاتفاق النووي في حد ذاته، ولكن مسألة الصواريخ الباليستية، مسألة التوسع النفوذ في منطقة الشرق الاوسط، كثير من الملفات متعلقة. وهذا يعني طلبوا ترامب أكثر من مرة أن الاتفاق النووي ليس بعيدا عن أن تلتزم إيران بحسن الجوار في منطقة الشرق الأوسط تحديدا. طيب دكتور مدحت، إذا يعني أستاذ سيد يرى أنه عملت أمريكا على إضعاف إيران ثم تريد التفاوض معها بسبب أكثر من نقطة هامة من نفوذ إيران في المنطقة، الصواريخ الباليستية غير ذلك.
التعاطي الإيراني كيف يمكن أن يكون، وهل تتوقع الولايات المتحدة بعد كل ذلك أن يكون هناك نقاش حقيقي أو تفاوض مع إيران؟ أنا متفق مع الأستاذ سيد في أن البرنامج النووي الإيراني في حد ذاته مش أزمة. الأمريكان أو الأمريكيون والأوروبيون يعرفون جيدا من خلال وكالة دولة الطاقة الذرية أن إيران ليست لديها الجهوزية المادية الآن لأن هي تصنع قنبلة نووية، وقد تم تحجيم الطموح النووي الإيراني وتأجيله 15 سنة، فات منهم 3 فيما يخص مثلا أنه تخصيب اليورانيوم أكثر من 3.6%. إذن الأمريكيون والأوروبيون يعلمون جيدا أن القدرات التكنولوجية النووية الإيرانية السلمية الحالية غير يعني لا تمكن إيران من أن تصنع قنبلة نووية واحدة. هذا أول نقطة. إذن جوهر النقاش أو جوهر الصراع بقى موجود فين؟ هو موجود في الدوائر السياسية على مصالح، على النفوذ السياسي في منطقة الشرق الأوسط. الدوائر السياسية الأمريكية ولا الإيرانية؟ الاثنين. الاثنين. بأي معنى؟ إزاي أنا الدوائر السياسية الأمريكية، مصالح الأمريكية في غرب آسيا تقريبا كل ما تمشي زي مصالح العربية، كل ما تمشي تتكعبلي في إيران. إذا إيران عاملة أزمة للمصالح الأمريكية بشكل خاص بشكل عام، والمصالح العربية في المشرق العربي بشكل خاص. الندية في التعامل أن النظام السياسي الإيراني حتى الآن لم ينصاع للولايات المتحدة الأمريكية على الأقل فيما يخص قضية فلسطين. القضية الفلسطينية بتقاد أو يعني تدار في جزء منها إفشال المخططات، أو بلاش المخططات، إفشال الجهود التي ترمي إليها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف بصفقة القرن، هو مظهر من مظاهر الصراع بين الإرادة السياسية الأمريكية والإيرانية. لأنه إيران هي معوق أساسي لتنفيذ وتمرير فكرة الدولة اليهودية بالشكل اللي عايزاه إسرائيل وأمريكا. ده جزء من الصراع بين الدولتين. اليمن نفس الكلام، لبنان نفس الكلام، الوجود الإيراني الإخطبوطي اللي موجود في العراق وفي سوريا ده بيعوق الوجود الأمريكي اللي كان استراتيجي وكان دائم على أرض الواقع، وده أصل الصراع. طيب يعني هذا السؤال سأطرحه عليكما معا. سأبدأ بدكتور مدحت، هل أخطأت إذن الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق؟ يعني كان لها هدفا ولم تحققه، أم كان القرار يعني مخطئا أم صائبا؟ حتى الآن في اعتقادي أنه يعني إذا جاز لي أن أنا أقول أخطأت ولا لأ، في تقديري أنا أنها أخطأت. هم كانوا متصورين الإدارة الأمريكية وترامب بشكل أساسي أنه إيران هتنفعل وإيران هتنسحب هي كمان، هي الأخرى ردا على انسحاب الأمريكي أمريكا. لكن لو أنت بصيتي وجبت كل التصريحات اللي المسؤولين الإيرانيين قالوها وعملت لها تحليل، هتبص تلاقي ان هم كانوا أرادوا أن يصلوا بالاتفاق وبأمريكا لما وصل إليه. هم درسوا شخصية ترامب وعرفوا تكوينه، وهم قالوا يعني قالوا إحنا كنا مستعدين لهذا الخيار. طب إيه اللي يثبت إن هم كانوا مستعدين؟ إن هم عزلوا أمريكا عن الاتفاق، كده كده كانت روسيا والصين معاهم حلفاء استراتيجيين ونجحوا في ان هم يحيدوا الاتحاد الاوروبي. ده المظهر ده او الواقع اللي موجود دلوقتي. تصريحات تركيا بشان ايران، تصريحات الاتحاد الاوروبي بشان ايران تؤكد ان المباراه السياسيه الايرانيه الامريكيه حتى الان في صالح ايران، في صالح ايران. تتفق مع هذا الراي؟ طبعا. ولكن يعني في خلفيه، يعني اتفق تماما مع الدكتور، في خلفيه يعني محتاج ان انا اقولها. ان حينما عقد الاتفاق النووي في عهد باراك اوباما، يعني يعني نحن نعلم جميعا ان الاداره الامريكيه ليست ترامب، ومن يصوغ السياسات هي مؤسسات أمريكية. صحيح. والرئيس هو مجرد منفذ. صحيح. السياسة تستمر، يتغير الرئيس والسياسة الأمريكية هي. طيب حينما بادر أوباما إلى عقد الاتفاق النووي مع إيران، كان الهدف الأول هو جعل إيران تنصاع إلى اتفاق أممي دولي. تمام. حدثت انفراجة برفع جزئي للعقوبات.
حينها يعني الشعب الإيراني بدأ في الامتعاض من النظام السياسي الحاكم. هذا أيضا كان مخطط ضمن الاتفاق. ظهرت الاحتجاجات في الشوارع، يعني يعني بنتكلم بالبلدي بقى، ما انتوا مالكوش حجة خلاص، ما فيش عقوبات، فين الأزمة؟ في حق الشعب، حق الحياة. إسرائيل تدخلت طبعا في فيما يخص موضوع إيجاد ذريعة، يعني إسرائيل يجب أن تجد ذريعة حتى ينسحب ترامب من الاتفاق النووي. يعني نقول ان العملية عماد اللي نفذتها في العملية الاستخباراتية اللي هي سيطرت على احد المخازن جنوبي طهران وادعت ان هناك وثائق تزن بنصف طن، والوثائق تؤكد ان ايران تسعى الى تطوير 5 قنابل نووية، على الرغم ان الوثائق التي عثر عليها ان كان هذا صحيحا تناولت النشاط الإيراني ما بين 99 ل 2003. إذن حينما خرج الرئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر وأعلن عن يعني سبق استخباراتي لم يحدث، يعني لم يكن هذا ما ينتظره يعني هذه نقطة. النقطة الأخرى، يعني إيران ليست بالغباء يعني تترك او تحتفظ بـ 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 برنامجها النووي في مكان مهجور جنوب طهران، ويعني وزارة الدفاع موجودة. اسرائيل تدخلت لإيجاد ذريعة، وبدليل ان هناك لقاء تم بين رئيس الوزراء الاسرائيلي والرئيس الامريكي قبل اعلان اتفاق. اسرائيل هي المحرك الرئيسي في تعامل الولايات المتحدة مع ايران. بالطبع اكيد. طيب تحقق الهدف أنا من الانسحاب من الاتفاقية النووية. الهدف حاليا بعد اعلان الانسحاب وفرض عقوبات لن يتحقق الهدف الامريكي. الهدف الامريكي كان يراهن على إسقاط النظام الحاكم في الداخل. يعني الرئيس ترامب عبر تغريداته يعني تسبب في انتكاسة للمظاهرات في الداخل الإيراني. يعني كان يدعم المتظاهرين، وحينها يعني سهل على النظام أن يتهم المتظاهرين بالتورط في مؤامرات خارجية والعمالة للغرب وإلى آخره. يعني جزء من الاستراتيجية الأمريكية المناهضة لإيران جزء صحيح جزئيا، ولكنه خطأ كليا. لن تصل أمريكا إلى الهدف الذي تسعى إليه سواء بإسقاط النظام أو بالحوار مع الإيرانيين وفق الشروط الأمريكية. يعني إذن التعامل نفس النتيجة، أنه التعامل الإيراني أصوب مع الأزمة من التعامل الأمريكي. هم يريدون التفاوض والصبر وأزكى كثيرا جدا من الأمريكيين. طيب الحديث عن ربيع إيراني كما كان الحال في الربيع العربي، يعني أستاذ سيد تحدث عن المطالبات بالحرية، بالحياة الكريمة وغيرها من المظاهرات التي اندلعت في إيران. هل هذه كفيلة بإسقاط النظام أم أن النظام أقوى وله ثوابت وأركان أقوى من ذلك؟ لا شك، وجملة هقولها يعني برضو على مسؤوليتي كده، أن النظام السياسي الإيراني يعيش أزمة اقتصادية، أزمة على المستوى الاجتماعي من المنظور الاقتصادي بشكل كبير تقريبا ما عاشهاش من 12-13 سنة. يعني من سنة 2000، لا ده من سنة 2008-2009 وكانت فرضت حزمة العقوبات مرة أولى ومرة تانية، لغاية أشد حزمة عقوبات فرضت على إيران في يونيو 2010. في الثمانية من 2008-2010 كانت أزمة طاحنة جوه. ففي إيران الآن هناك بالفعل أزمة اقتصادية عنيفة حادة. في اعتقادي أن النظام غالبا ما سيتمكن من الخروج من هذه الأزمة عبر أدواته، لأن النظام السياسي في إيران، ممكن إحنا كنا هنا قلنا سعادتك الكلام ده قبل كده أستاذة دينا، أنه في النظام الإيراني عمل لنفسه أزرع في شوارع وحواري إيران من خلال مؤسسة خطيرة جدا اللي هي البسيج. البسيج دي زي ما احنا قلنا قبل كده دي مؤسسة يعني قوات التعبئة الشعبية، عبارة عن 22 مليون إيراني
جوه البسيج تحت مظله البسيج. يعني قاعده شعبيه يعني تدافع عن النظام السياسي في ايران. القياده المباشره للبسيج اللي هو الحرس الثوري الايراني. القائد الاعلى للحرس الثوري الايراني هو علي خامنئي. ال 22 مليون دول بياخدوا اجور، هم اصلا ليهم اشغالهم العاديه في القطاعات الحكوميه او الخاصه في الدوله في ايران. بياخدوا اجر اضافي باعتبارهم افراد في البسيج. اذا ده مؤشر ان احنا نعرف انه هل اركان يعني 22 مليون مش رقم قليل من من 80 مليون. صحيح صحيح. سنستكمل هذه النقطه، لكن معنا الان عبر الهاتف الاستاذ احمد محارب الصحفي من نيويورك. استاذ احمد، يعني الدعوه الامريكيه التي صدرت من ترامب للحوار مع ايران بدون شروط مسبقه، ماذا كان هدفها؟ هل كان اندفاع شخصي من ترامب كما حدث في حالات كثيرة، أم أنه تصريح تدعمه المؤسسات الأمريكية؟ بعد التحية، أعتقد أن المجتمع الدولي بيتابع كل القرارات اللي تصدر عن الرئاسة الأمريكية بشيء من الحرص، لأنه أصبح دلوقتي فيه شبه مقولة أن الرئيس ترامب نظرا للضغوط الداخلية العميقة والهجوم الاعلامي عنده حتى المعارض الاخر وعنده واحده، انه كل يوم والتاني بيبقى عنده جاي اوكازيون كل شهر من شهور يكون عنده مرحله اتكلم مع روسيا في مباحثات مثمره، راح قعد مع الرئيس الكوري الشمالي في مباحثات ايضا ما كانتش مثمره. نفس الشيء الضغط، ينظر الى الضغط اللي بيمارسه على النظام الايراني. تقريبا الموقف مع النظام الايراني اقوى من التصريحات اللي بيقولها الرئيس الامريكي. لانه ما عندوش حاجه النظام الايراني يفقدها. كل الضغوط الاقتصاديه اللي اتعملت سابقا وحاليا، النهارده تاريخ 4 اوغست يعني بعد يومين من النهارده هيبدا سلسله من العقوبات على النظام الايراني، يتبعها الصدمه الكبرى اللي هي 4 نوفمبر وقف تصدير الخام او وقف شراء الخام من النظام الايراني. على المستوى العالمي انت شايف ردود الافعال بتاعت ايران والتصريح بان ممكن يقفلوا مضيق هرمز والكلام ده شويه ممكن يكون فيه نوع من المبالغه، ولكن اللي حاصل ان حتى حلفاء امريكا في الغرب اتضرروا من حكايه العقوبات اللي على ايران، لان في عديد جدا من الشركات الامريكيه لها استثمارات بما يقارب 600 مليار دولار. نعم، طيب يعني اذا نفهم من كلام حضرتك استاذ احمد انه هذه رؤيه امريكيه الان ضروره اصلاح العلاقه مع ايران، لانه يعني السلاح الامريكي في الضغط على ايران لم يؤتي ثمار، وان ايران لها ايادي ونفوذ ينبغي على الولايات المتحده ان تحتويها؟ بالتاكيد هو اللي عايز يوصل له الرئيس ترامب انه يحجم ذراع ايران الاقليميه في المنطقه في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن، وهذا موضوع كبير. لانه انت لاحظتي الرئيس الاسرائيلي او رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو عمل ثلاث زيارات هامه لموسكو، اساسا الهدف بتاعها انه هو يحجم الذراع او الوجود الايراني في سوريا. في الاخر سوريا او يعني مش هينسحب، مش من السهوله جدا لايران انها تجد فرصتها وتكون موجوده في الاراضي السوريه وتنسحب، وبالتالي في لبنان. موضوع اليمن ده موضوع ثاني، ولكن اعتقد ان الكوره حاليا في ملعب الامريكان ان هم ينظروا. الاتفاق النووي كمان اوروبا زعلانه، روسيا والصين اللي كانوا اطراف في الاتفاق مع الامم المتحده 5-1 برضه زعلانين. فيبقى ان لازم السياسه الامريكيه تعمل يحصل فيها نوع من المؤامره. طب هل يمكن ان يعاد مره اخرى الحديث عن دخول الولايات المتحده او انضمامها للاتفاق النووي ام لا؟ شوفي، اللي هم عايزين يطلبوه بدل من 10 سنين فرصه تبقى 25 سنه. امريكا كمان بتصر على ان يكون في تفتيش حتى للمواقع الحساسه او المواقع العسكريه. اعتقد ان من خلال نتائج المباحثات اللي عملها الرئيس الامريكي ترامب اما في مع الرئيس الروسي او مع الرئيس الكوري الشمالي، اعتقد هتدي قوه في المناقشات وفي الزخم بالنسبه للرئيس الايراني، ان هم دلوقتي بيقولوا انت عايز تقعد معانا بدون شروط بعد كل التعجيز اللي انت بتعجزه لنا. اعتقد ان حاليا على الاداره الامريكيه انها هتعيد النظر بشكل ما ان ايران، يعني كان زمان بيقولوا ايه ان كوريا ما هيش، ومع الاتفاق اللي حصل مع كوريا طلع ان هم عندهم صواريخ عملوها عاملينها عبر القارات. يعني واضح جدا ان الكلام اللي اتقال شيء، ولكن على ارض الواقع لازم يكون في نوع من
الكومبرومايز او نعم الموائمه يعني الموائمه. نعم شكرا جزيلا استاذ احمد محارب الصحفي من نيويورك. يعني حضرتك تحدثت طبعا عن القاعدة الشعبية عن البسيج وعن الحرس الثوري الإيراني. كلام أستاذ أحمد محارب أيضا أستاذ سيد يعني يتحدث عن أنه أن هناك تغير في الرؤية الأمريكية لطبيعة الموقف الآن وأنه ينبغي أن يكون هناك تغير في الرؤية الأمريكية للتعامل مع إيران. يمكن أن نشهد ذلك؟ يمكن أن تتنازل الولايات المتحدة عن طلباتها فيما يتعلق ببنود جديدة أو شروط معينة في الاتفاق النووي؟ يعني ترامب لا يشترط تعديل الاتفاق النووي. يعني كل تركيز الأمريكان فيما يخص التفاوض أو الحوار مع إيران يخص الملف أمن منطقة الشرق الأوسط و النفوذ الإيراني في المنطقة، سوريا، لبنان، اليمن، العراق وتحديدا العراق. يعني ملف العراق من أخطر الملفات الذي تسبب في مشاكل كبيرة لمصالح الإدارة الأمريكية. ويكفي ما حدث في الانتخابات الأخيرة، يعني المجموعات الموالية لإيران حازت على رقم معقول في صناديق الانتخاب، ومن الممكن أن تنقلب الأمور رأسا على عقب. يعني الأمريكان ومجموعات سياسية في الداخل خططت لإبعاد حزب الدعوة الموالي لإيران عن الحكم في العراق. هادي العمري التابع للإيرانيين زعيم فايلق بدر حاز على ثاني أو ثالث أكثر الكتل السياسية أصواتا في العراق. من الممكن أن يدخل في تحالف مع نور الملكي ويعيد عهد نور الملكي الموالي لإيران مرة أخرى. بالتالي ضاعت العراق، والعراق بالنسبة للأمريكان تعتبر وما زالت هي خط الدفاع الأول ضد التوسعات الإيرانية إذا ما عادت الدولة العراقية دولة ديمقراطية بعيدا عن العصبية والمذهبية وإلى آخره. فالأمريكان يراهنون على تقليم أظافر الإيرانيين، وهذا وفق المعطيات المطروحة لن يحدث. إيران لن تتخلى عن مكاسبها التي حققتها في لحظات الربيع العربي، في لحظات ضعف الأنظمة العربية. لن تتخلى عن تلك المواقع التي كسبها. طيب نفس السؤال لحضرتك يعني بشكل آخر، إلى أي مدى يمكن أن تتنازل الولايات المتحدة الآن، خاصة أنه قيل أنه ترامب أعلن هذه المبادرة بالحوار مع إيران رفع يعني شعبيته التي تدنت في بعض المناطق بسبب بعض المواقف السياسية، فممكن الولايات المتحدة أن تتنازل، تقدم تنازلات للتواصل مرة أخرى مع إيران؟ أنا أقول لسعادتك حاجة، أنا أتقمص دلوقتي دور الإيرانيين عشان أقول لك هم بيفكروا إزاي. سواء ترامب صعد، إيران بتصعد، إيران كسبانة، ده عقلهم. تمام؟ سواء ترامب رجع في كلامه وبقى كده يعني ورجع وعمل مفاوضات مع إيران، إيران كسبانة. دخل الاتفاق، خرج من الاتفاق، إيران كسبانة. احنا يعني الإيرانيين شايفين ان دي كلها مجموعة فرص متجددة بأخطاء الآخر. ودايما كانوا بيقولوا، حتى كمال خرازي وزير خارجية ايام محمد ختامي يقول لك احنا عاملين زي شجرة الجميز كده، الناس عمالة تخطأ وتخبطها وتسقط ثمارها، فاحنا ناخد الثمار. قال التشبيه ده. وحتى كان هو نفسه كمال خرازي جه في مرة قبل ما يطلع قال لك احنا الناس بتلعبنا شطرنج، بس هم ناسين ان سر الشطرنج عندنا لان احنا اللي اخترعنا الشطرنج. انت ده كله ده انت معناه ايه؟ معناه ان انت بقى ان العالم كده محتاجين يقعد الدول دي تقعد مع نفسها وتشوف سكة جديدة تتعامل بها مع الدولة الإيرانية دي. اللي هم نفسهم الإيرانيين في الثلاث أيام اللي فاتوا ادوا لترامب السكة بس ما قراهاش. ايه هي يا فندم؟ قالوا بداية التفاوض، بداية ان احنا نصدق كلام ترامب انه يرجع الاتفاق النووي. يعني ايه يرجع؟ يطلع عيل.
ويقول انا اقر بان انا اخطات وهرجع لاتفاقنا. طب في الحاله دي بقى اذا نفترض نعمل سيناريو، ايران هتملي شروطها طبعا، خلاص بقى الدنيا اختلفت. طب انت ايش ضمني ان هيقعدوا يتفاوضوا معاه على ضمانات ان هو ما يبقاش عيل من جديد وينسحب 3-4 سنين يكون هم خلصوا مشروعات اخرى. هم في كل الاحوال ايه دي الازمه العقليه الايرانيه، ودي الازمه المرتبطه بالدوله الايرانيه دلوقتي. ان انت هي ايه تجاوزت محطات كتير اقليميه ودوليه، كونت شبكه من المصالح وشبكه من العلاقات الاستراتيجيه. دلوقتي الاتحاد الاوروبي بالنسبه له فرصه ان هو ينفرد بايران، ينافس روسيا في اطار الصراع التاريخي صحيح. اللي بين روسيا وبين اوروبا على ايران على فكره. امريكا طرف جديد، يعني امريكا لم تكن قوه دوليه في ايران قبل الحرب العالميه الثانيه. بعد الحرب العالميه الثانيه بدات تبقى منافس لروسيا ومنافس لاوروبا. وما ننساش ان في 1906 كانت ايران مقسمه 3 اجزاء، الجزء الاول تحت سيطره روسيا، والجزء الجنوبي اللي هو الشمال، والجزء نفس اللي حصل في العراق ايام صدام حسين، والجزء الجنوبي تحت سيطره بريطانيا العظمى، والاوسط تحت سيطره الشاه. ده النفوذ التقليدي التاريخي جوه ايران. اوروبا روسيا واوروبا، امريكا دي وافد جديد. اذا ازاي اوروبا وروسيا يفرطوا في هذه الارض الجغرافيه التاريخيه بالنسبه لهم لصالح ارضاء الامريكان؟ فاذا هذه الاطراف مستفيده يعني جدا. طيب انا اضيف برضو، يعني اضيف على كلام الدكتور، فعلا ايران بتتفاوض او بترسل رسائل من موقع قوه. يعني كان تهديد العقوبات الامريكيه، اقصى عقوبه هو منع تصدير النفط الايراني. صحيح. اللي هيتم في بتاع ده في نوفمبر اللي جاي. رد الايرانيين عليه كان ايه؟ غلق مضيق باب المندب. طيب اسرائيل سربت تقارير لوكاله بلومبرج الامريكيه، مضيق هرمز مش باب المندب، وتهدد عن طريق الحوثيين ايضا الملاحه في باب المندب. كل ده وتلغيم باب المندب. ما ننساش ان الحوثيين اتباعهم برضه يتحكموا في باب المندب. اسرائيل سربت تقرير لوكاله بلومبرج الامريكيه بتتكلم فيه عن توجيه ضربات عسكرية محتملة لمواقع إيرانية نووية بالتعاون مع الجيش الأمريكي، وبعض الخبراء الأمريكيين ساقوا دليل أن تجربة القنبلة الهيدروجينية الأمريكية في أفغانستان في تورا بورا اللي هي أم القنابل كانت تعد لضرب بعض المواقع النووية الإيرانية. بالتالي كان الرد الإيراني أقوى من التهديدات الأمريكية أو الإسرائيلية. حتى ده تقرير مسرب، يعني ما قالوش إحنا هنضرب مواقع. فردت إيران أبسط شلل في جميع أنحاء العالم، اقتصاد العالم أجمع سيصاب بالشلل إذا تم غلق مضيق هرمز. كارثة. يقال إنه ذلك يعني من باب التلاعب الايراني، يعني لكنها لا تجرؤ على يمكن تنفيذ يمكن فعلا. قبل الحلقه انا بقول الحياه وموت، انا وقت الحياه وموت لما تيجي تمنعي ان انا اصدر فسوف لا انا قرمت الدوله وجودها. انا قلت للدكتور وقلت لحضرتك الحرس الثوري الايراني بالفعل يجهز لمناوره عسكريه ضخمه في الخليج العربي خلال ساعات الان اليوم. يعني قبل ما ندخل على الهواء هناك انباء تتواتر عن ان الحرس الثوري الايراني يجهز لمناوره عسكريه ضخمه استفزازيه في الخليج العربي بصفه عامه. استفزاز من؟ الخليج ام الولايات المتحده؟ الخليج ليس طرف حاليا في الازمه. لانه الخليج يدفع للولايات المتحده للحمايه، ويعرف دور الولايات المتحده هو الازمه حاليا مالهمش قدره. هي عارفه ان الدول الخليجيه حتى ان حسن روحاني مؤخرا يعني بدا يغازل دول الخليج.
يعني نريد علاقات مهذبة، نريد إعادة هيكلة علاقاتنا مع دول المنطقة، لا من باب يعني مواجهة النفوذ الأمريكي ليس أكثر. وأعتقد أن الدول العربية لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، الدول العربية تعلم أن الإيرانيين مراوغين ويعني ليست لديهم مصداقية في حسن الجوار، لأن الثورة الإسلامية أساسا تنص على تصدير الثورة إلى خارج إيران، وبالتالي توسعة النفوذ هذه مبدأ من مبادئ الدستور تطبقه الدولة الإيرانية القائمة حاليا. طيب بما أنه هذا مبدأ من مبادئ الدستور الثورة الإيرانية التوسع، لو قبل ترامب بالعودة مرة أخرى إلى لو قبل نفترض هنعيش دور الإيرانيين كده، لو قبل بالعودة مرة أخرى إلى هذا الاتفاق في مقابل تخلي إيران عن نفوذها في بعض المناطق في العراق، في اليمن، في غيرها من في لبنان، هل ستقبل إيران ذلك أم لا؟ ده عشان إيران، أنا بقى دلوقتي بقول لك متقمص شخصية الإيرانية، أنا عشان إيران أوافق إن ترامب يجلس في تفاوض تاني معايا، وان هو يخش تاني، يعني هو حتى لو هو قال انا ساعود الى الاتفاق النووي هتقول له ايش ضمني؟ فعشان ايران تقول له اوكي انا موافق ان انت تخش في البرنامج النووي وانا في الاتفاق، يعني اوكي عايزك تعمل الاتش تقر بالنفوذ السياسي بتاعي ومصالحي في منطقه الشرق الاوسط. يعني هذا غير وارد اصلا فكره تخليها عن ده. بصي طيب. هي دي بدايه الفرصه. سعادتك الاتفاق النووي اللي تم لو قريت البرود بتاعته، يعني حتى كذا مره اقول المصطلح ده، ايران باعت الشمس في ازايز لاوروبا وامريكا، وفي نفس الوقت الاتفاق النووي ايران كسبت كل اللي هي عايزاه بما فيه الاعتراف الاوروبي الامريكي بالاضافه لروسيا والصين بالدور الاقليمي لايران للجمهوريه، لا مش لايران، للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه في منطقه الشرق الاوسط. ده بند من بنود الاتفاق. وده اللي حتى ساعتها اللي جنن اسرائيل. طيب. وجنن نتنياهو قال ازاي يعني ازاي نعترف بدور ده عدو في الموضوع ده في يعني دول الخليج اتفزعت. الحديث عن وقف تصدير النفط الايراني ولجوء الولايات المتحده للسعوديه ل يعني رفع انتاجها وموافقه السعوديه، ثم تلويح ايران كما ذكرنا بغلق مضيق هرمز والحوثيين يستهدفون ناقلة نفط بالفعل في باب المندب، إذن المناورة هل نحن في آخر درجات المناورة يعني بين الطرفين؟ ما هو قول ساعتك إذا إحنا الكلام ده إذا تم منع تصدير النفط الإيراني يبقى إحنا قدام سيناريو جحيم. أدي أول حاجة. بس في نقطة مهمة قوي، أنا برضو أنا بتكلم بانضباط وبمسؤولية. هناك شكوك في إنه السفينة السعودية التي ضربت هي ناقلة نفط، هناك شكوك ان هي بارجه عسكريه. دي امر مهم، يعني المفترض انه العسكريون في المنطقه والمؤسسات العسكريه في المنطقه عارفه، لان مصادر الاعلام الايرانيه بثت صور من اكتر من مصدر من ضمنها قنوات بتاعتها اللي احنا بنشوفها ان بس لضرب البارجه العسكريه السعوديه. فدي نقطة مهمة جدا. في ايه؟ تفرق في ايه اذا كانت ناقلة نفط ام بارجة عسكرية؟ لما بضرب انا بارجة عسكرية يبقى انا في اطار المواجهة بتاعت اليمن. لما بضرب ناقلة نفط يبقى انا بتحولت لمهدد للسلم والامن الدولي. لا ده الموضوع خطر. واحنا محتاجين ان احنا نستوثق، لان انا بتكلم باعتبار ان انا عندي روافد متنوعه في المعلومات. بس ايران هي الدوله الوحيده اللي اعلنت عن انه دي بارجه عسكريه سعوديه. دي بارجه مش ناقله نفط. فانا اقول لسعادتك يعني هصعد مع سعادتك لنوفمبر الافتراض انه ايران هيتم غلق منع تصدير النفط الايراني فعلا، نفترض ان هذا الموضوع فعلا، يبقى الدولة الإيرانية مش الدولة الإيرانية، النظام السياسي الحاكم في إيران هيبقى على المحك. من ناحية إيه؟ إن أنت خلاص أهو في يعني وريني قدرتك على مواجهة الشيطان. طيب ناس هو في في حضرتك برضو الإيرانيين أذكياء جدا، يعني إذا كانوا يتفاوضوا من موقع قوة في نفس الوقت بيعملوا حسابهم على حاجات يعملوا حسابهم لرعونة العدو. إزاي؟
ان ايران شرع يعني وافق البرلمان وافق على قانون ان شركات النفط الخاصه يطرح البترول في البورصه وشركات النفط الخاصه تستطيع تصدير البترول. تفادت منع تصدير النفط عن طريق الدوله الايرانيه. بالتالي ولكن هذا مشروع. مسألة التعامل بالدولار اتفقت مع بعض الدول على البضائع والبضائع مقابل البترول. مسألة أخرى يعني بغير البضائع والبترول اللي هي المقايضة أن على سبيل المثال الحرس الثوري يمتلك شركات ضخمة في دول خليجية استثمارات ضخمة طبعا. في دول خليجية الإمارات بدرجة أولى الإمارات والكويت والكويت الإمارات أكبر دولة ده بالتالي هيخلي هيخفف من صعوبة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. يبقى بالتالي مسألة اللي هو التصعيد اللي هو النفط والحرب أعتقد أنها مش هتوصل لمسألة المواجهة الفعلية. مظبوط خاصة يعني الأمريكان الأمريكان وقعوا في أكبر أزمة عالمية بعد دخولهم العراق مزمين. فما عندهمش استعداد يدخلوا في أزمة أخرى مع دولة أقوى عشرات المرات من العراق صدام. ويكفي تصريح سليماني لما قال نحن نعشق الموت يعني مشروع إرهابي طيب لكن هذا يعني الالتفاف الإيراني على الأزمة وحلها بالطرق اللي حضرتك ذكرتها يعني أن الولايات المتحدة ستستمر في قرارها بوقف التصدير يعني لن تتراجع عنه أم نتوقع الأمر من الممكن أن يتجمد وتصير السجالات لفترة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ولكن في النهاية يجب احتواء إيران وأنا أتفق مع الدكتور لما قال أنه ممكن الحوار الأمريكي الإيراني يكون مدخل لمشروعية النفوذ الإيراني في المنطقة وهي دي الكارثة. يبقى الإيرانيين الأمريكيين باعوا دول الخليج في صفقة يعني أنا أقول لسعادتك حاجة أنا كإيران مثلا عارفة أن الولايات المتحدة هتتجنن وترجع تاني جوه إيران لأنه المصالح حجم المصالح والمكاسب الاستراتيجية التي كانت متحققة للولايات المتحدة الأمريكية لما كانت قاعدة في إيران أيام الشاه أضعاف مضاعفة صحيح. حجم المصالح اللي هي محققها دلوقتي صحيح. مع كل دول مجلس التعاون الخليجي لأن هي أنا أتعامل مع دولة واحدة أحسن ما أتعامل مع 10-20 دولة صحيح. الدولة الواحدة دي الجغرافيا بتاعتها هي المشكلة في إيران فين في الجغرافيا بتاعتها إيران جغرافيتها جايبها لك من فوق من عند بحر قزوين مع عند روسيا وتركيا لغاية باكستان على المحيط الهندي جايه لك من عند حدود مع أفغانستان اللي هي الفاصل بينها وبين الصين لغاية الحدود مع دول مجلس التعاون الخليجي شط العرب صحيح. الجغرافيا بتاعتها عامل كأنها قلب غرب آسيا هو دي الخطورة بتاعت الجغرافيا في إيران أو خطورة من يجلس في إيران من يجلس في إيران تكون له اليد العليا او على الاقل يتحالف معها يعني حضرتك شوف ما ده اقصده يجلس في ايران يعني يتحالف معها تحالف روسيا مع ايران هو اللي مكن نفوذ اقوى على حساب الولايات المتحده لا ده بقول لسعادتك هو اللي مكن روسيا من سوريا ده حقيقه هو اللي مكن روسيا توصل باب المندب هو اللي مكن روسيا انها تبقى موجوده لاول مره بشكل كانها هي الامبراطور بتاع منطقه الشرق الاوسط لم يكن ممكنا للوجود الروسي في الشرق الأوسط أن يتحقق لولا التحالف الإيراني معاه ودعمه. طيب سؤال أخير يعني في دقيقتين طبيعة العلاقة بين إسرائيل وإيران هل افتعال الأزمة مؤخرا رغم مرونة إيران في الانسحاب من مناطق التماس مع حدود إسرائيل هل هذه الأزمة مفتعلة وأن إسرائيل تقوم بهذه الأزمات والمناورات بضرب مناطق نفوذ إيران في سوريا نيابة عن الولايات المتحدة وسأعود لحضرتك بنفس التساؤل أنا مصدوم أنا بتصدم أنه اتجاه القول أن هناك علاقات إسرائيلية إيرانية أمال الصراع ده كله دي مسرحية مثلا لا البعض يقول ذلك لانه في النهايه الاهداف تلتقي لا يا فندم يعني. بصي هم بيكسبوا من ورا بعض اوكي يعني انا مثلا انت ايران او اسرائيل وانا العكس وانت عامله شويه قلق في المنطقه وانا كاسب من القلق اللي انت عاملاه والعكس صحيح بيكسبوا على يعني انا اسف يعني بيكسبوا على يعني خلاص على حسابنا بيكسبوا على حسابنا
واحنا قاعدين ملعو يعني مفعول به زي ما بيقولوا. سعادتك لا توجد علاقات خالص بالمره، انما هو هناك الصراع وجودي. الصراع ده حتى منصوص عليه في بنود الدستور بتاع ايران في العقيده السياسيه الايرانيه. هناك صراع وجودي بينه وبين اسرائيل. المسرحيه اللي احنا عايشينه ده كله مسرحيه مش مسرحيه، لكن انت تخطي او انت تعملي موقف انا اكسب من وراء. العكس صحيح، الاستفاده من اخطاء الاخرين. طيب. رأي حضرتك. انا بس يعني ليا ملاحظه صغيره. ان حسن روحاني الرئيس الايراني الحالي كان هو عراب صفقة إيران جيت الأسلحة الأمريكية اللي وصلت إيران أيام الحرب العراقية عن طريق إسرائيل. يعني أعتقد أن هناك مكاسب تحققها إيران من الوجود الإسرائيلي. يعني حينما همت إيران بتوسيع نفوذها لم تضرب إسرائيل. يعني هدف إيران المعلن أمام الجميع هو تحرير الأراضي الفلسطينية، في حين أن حربها ودخولها للدول كان في دول عربية. يبقى إذن هناك مصالح إسرائيلية إيرانية تلتقي فيما يحدث الآن في المنطقة. الهدف واحد هو تدمير الدول العربية وإسقاط الأنظمة الحاكمة. هدف إسرائيل وهدف إيران واحد في المنطقة تماما. ولا يوجد اختلاف، ولكن ممكن يوجد صراع. ممكن يكون تنسيق يعني بالتأكيد. هناك تنسيق على المستويات الأمنية بين كل الدول حتى الأعداء. يعني الدولة المصرية تنسق مع الدولة الإسرائيلية على الرغم أنها مصنفة عدو، فبالتالي إيران أكيد تنسق مع الدولة الإسرائيلية. إسرائيل تتحرك ضد إيران حينما ترى خطورة على حدودها، خطورة على مصالحها. بس إيران تتفادى ذلك. يعني إيران انسحبت مؤخرا ده أكيد. وإيران لم تعلن أنها ضربت مواقع إسرائيلية ونفت. هذا معناه أن هناك براغماتية في التعامل ما بين الدولتين، وهناك مصالح بالفعل يلتقيان في مصالح. وهو ضرب الدول العربية. جملة للتاريخ. أنا من 3 أيام أو 4 أيام علي خامنئي، أنا أقولها بس عشان تتسجل عشان الناس تعمل حساباتها. زي ما أنا قلت قبل كده كلام كتير. هو قال لأول مرة إنه إسرائيل، أنا طبعا ما أعرفش هو قالها وفق أي أسس عنده، بس أنا ما أعرفش أنسى الجملة اللي هو قالها دي. إسرائيل ستزول خلال 25 سنة. كلمة 25 سنة هو إذا هنا بترتبط بخطة تنمية إيران اللي هتتحقق 2050، خطة الاستراتيجية بتاعت إيران اللي بيتم تنفيذها من سنة 1998 لغاية 2050. لما تجمعي دول زائد دول تعرفي ان الموضوع مش عبثي. انا اعتقد ان هناك مخطط امبراطوري لإيران في منطقة الشرق الأوسط. الدولة الفارسية بقى. لا 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 الشيعية. لا يا فندم أنا بتكلم على بعد بوليتيكي خالص سياسي، ماليش دخل بالمذاهب. مخطط إمبراطوري إيراني في منطقة الشرق الأوسط. هذا المخطط يرى في عقيدته، في جوهر وجوده، أن إسرائيل عدو. وبالتالي لابد من إزالة هذا العدو لكي يتخطط المخطط الإمبراطوري للدولة الإيرانية. نعم. نشكركما شكرا جزيلا. في الختام دكتور مدحت حماد مدير مركز الفارابي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا. وأيضا الأستاذ سيد حسين الكاتب الصحفي بجريدة الوطن، شكرا جزيلا. نشكركم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في هذه الحلقة من